مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. عودناكم دايما نجيب لكم الحقيقه كامله، لذلك انا هقول لكم حقيقه العينه بتاعه رمضان صبحي. والموضوع من امبارح في كلام رايح جاي. السيد جمال علام رئيس اتحاد الكره قال عينه ايجابيه. النادي بيراميدز في التصريحات بتاعت الكابتن هاني سعيد قال لا مفيش حاجه اسمها كده، ويعني احنا هناخد اجراءات قانونيه ضد رئيس الاتحاد والكلام ده. انا هقول لكم بالظبط الموضوع ايه ورايح فين، وهل رمضان صبحي هيتعرض لمشكله ولا مش هيتعرض لمشكله، وايه اللي مكتوب بالظبط في القرار اللي واخدته المنظمه الدوليه للمنشطات، ورمضان هيعمل ايه الفترة الجاية. اول حاجة، رمضان صبحي مدان ولا مش مدان؟ مدان. تاني حاجة، العينة ايجابية او مش ايجابية؟ هي ما ظهرتش اصلا ايجابية او مش ايجابية، لان العينة وفق الخطاب اللي جه من المنظمة غير ادمية. قايلين كده غير ادمية، يعني ايه؟ مش عينة بني ادم، ده مش بول بني ادم. اللجنة المنظمة الدولية في التحليل اللي اتعمل بتقول هذه عينة غير آدمية، وبالتالي فيها تلاعب. يعني عينة حصان مثلا، ما هو رمضان ما شاء الله زي الحصان وبيجري وبتاع، عينة حصان لا. كل التفاسير في مثل هذه الحالات ان هذه العينة اختلطت بالماء بالمية، وان نسبة المية اللي اختلطت بيها العينة اكتر من نسبة البول اللي في العينة، وبالتالي بيعتبروها ليست عينة ادمية. يعني لا يمكن بول بني ادم، لا يمكن بول بني ادم تبقى العينة بتاعته كده، وبالتالي تحليله من عدمه فهو تحليل عبثي، لان هي عينة ملعوب فيها. وكلمة تلاعب التي ذكرها الخطاب لا يقصد بيها ان اللي خد العينة تلاعب فيها، لكن يقصد بيها من اخذت منه العينة هو الذي تلاعب فيها، اللي هو المقصود بها رمضان صبحي. والمنظمة الدولية قالت له طب انت دلوقتي اذا كنت هتتهم من اخذ العينة فلماذا صمت وسكت من يوم ما العينة اتاخدت للنهاردة؟ يعني هنفترض ان في حد استقصدك زي ما الكابتن هاني سعيد في تصريحات لي قال لك اصل هو بيراميدز يعني الناس كلها مستقصداه، يعني ربما يكون برضه ناس مستقصده رمضان. يعني الدكتور اللي راح او المندوب اللي راح اخد العين هل مستقصد رمضان صبحي؟ اكيد لا. وهل اذا كان مستقصد او حصل ازمه او خناقه زي ما بعض الناس كتبت على لسان ناس انه حصلت خناقه ومشده ومش مشده، طب هو ليه رمضان؟ وده اللي سالته المنظمه. هل انت عندك تفسير لاي ازمه حصلت بينك وبين المندوب او الطبيب اللي اخذ العينه؟ وليه ما قلتش ده من يوم ما اتخذت العينه؟ اذا التفسير في ان في ازمه غير قائم، لكنه هتدي له فرصه يرد. وعلى فكره اخر ميعاد للرد يوم الخميس، بعد بكره، يعني بقاله ثلاث وبقاله اربع والخميس اخر يوم. ان لم يرد لغايه الخميس سقطت عنه كل شيء، هيبقى تحت طائله الاستدعاء والتحقيق والايقاف. طب التلاعب ده اعلى حاجه في العقوبه هو التلاعب. تخيل، يعني لو واحد عينته ايجابيه اسهل من التلاعب، ودي المشكله اللي وقع فيها رمضان صبحي، او اللي واقع فيها رمضان صبحي من وجهة نظر المنظمة بتاعت المنشطات اللي بعتت الخطاب. لان اللي عينته ايجابية عنده فرصة يرد يقول خدت دواء غلط، يجيب تقارير طبية تثبت انه اخد دواء غلط دون علم الطبيب، او كان بيتعالج من شيء، وياما في لعيبة اثبتت ذلك وعدت. لكن العينة بتاعت رمضان صبحي كما ذكرت المنظمة الدولية للمنشطات في خطابها، واللي يمثلها هنا المنظمة المصرية بتاعت مكافحة المنشطات، قالت ان دي ده بول غير آدمي. دي أول نقطة. تاني نقطة، في تلاعب. تالت نقطة، اللي حصل ترد
ايه اللي حصل؟ هل حصلت مشاجره، مشاده، مشكله وما قلتش ليه من الاول اذا كان ده حقيقي حاصل؟ الحاجه الاخيره، من حقك تتظلم وتطلب تحليل العينه بيه. وعمر ما فيه في تاريخ المنشطات عينه اللي هي بيه براءه لاعب. عمرها ما حصلت ان نتيجه التحليل بتاع العينه بيه، عشان بس الناس ما تبنيش امال ولا طموحات او تصدق كلام، انا بقول لكم بالظبط الحقيقه اللي في الخطاب، وقولوا لها ان انا مؤتمن على الخطاب كنت ذعته، كنت حطيته قدامكم على الشاشه. عمر ما حصل ان تحليل بيه غير ايه؟ ليه؟ لان الاثنين من عينه واحده، هو بول واحد بيتاخد ويتقسم على علبتين. خد بالك، علبه ايه وعلبه بيه. هو عشان ايه دي؟ لما بتتحلل، اذا اللاعب او المدان قال ان يمكن يتهم المنظمه نفسها بانها بتضحك عليه، فيبقى بي دي موجوده احتياط استبن، لكن هو نفس البول في نفس التوقيت، يعني السائل واحد وبيتقسم نصين، فمستحيل يكون النص اللي فوق في حاجه. كلمه فسده دي الناس خدتها على انه ممكن يكون تعرض لشيء فباظ، لا، التلاعب وانها فسدت اي ان العينه ليست عينه ادميه، حد خلط العينه بحاجه. مين اللي خلط العينه بحاجه؟ اللي ادى العينه. انا مش عايز اتهم رمضان، بس انا بقول لكم اللي بتقوله اللجنه او اسف المنظمه بتاعت مكافحه المنشطات. اذا رمضان عنده مشكله، وعلى فكره المنظمه بتدي اي لاعب يدان في الاول او تظهر عليه مشكله ان يوقف نفسه. هو دلوقتي مش موقوف يقدر يلعب، بس ال 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 المنظمه بتدي للاعب حق انه يقرر ايقاف نفسه بقرار منه هو شخصيا مش من المنظمه. ليه؟ هي ليها فلسفه بتقول لك ان انت تتوقف على عن المشاركه وتوقف نفسك بنفسك، وبالتالي تبدا التحقيقات، وما ان يصدر حكما تخصم الفتره اللي انت اوقفت فيها نفسك من المده اللي بيتقرر المنظمه ايقافك فيها. يعني هنفترض انت قررت توقف نفسك وقعدت 3 شهور 4 شهور لغايه ما اتخذ الحكم، والحكم اخذ ايقاف سنه سنتين 3 4 6 شهور زي ما يكون، بيتخصم الفتره اللي انت وقفت فيها نفسك دي. اذا خدت سنه ووقفت 6 شهور من نفسك تتخصم السته، تبقى لك 6، وهكذا. خد بالك، زي فكره الحبس الاحتياط كده، خد بالك من دي. وبيقول لك ان الفلسفه بتاعت المنظمه ايه؟ ان المفترض اللاعب اللي بيدان حواليه ناس قانونيين واطباء فاهمين ان هو هيدان فعلا ولا مش هيدان. فلو عارفين ان هو في الاخر بعد التحقيقات وما يتم والمحاولات والاسانيد والادله والبراهين وكل الكلام ده هيدان كده كده، فبيقرروا ايقافه عشان خاطر لما اللجنه تقرر الايقاف تتخصم المده دي منها. او تلعب، انت حر، عايز تلعب تلعب، بس وقت ما يصدر القرار يتم الايقاف من تاريخه المده اللي ايه بتقرر. اذا رمضان صبحي رايح في مشكله، رمضان صبحي رايح في مشكله. واتحدى الناس انا استغربت جدا الدكتور اسامه غنيم في تصريح، هتقولي كده التصريح ده ملوش علاقه بالقصه. يعني دكتور اسامه غنيم بيقول لك المنظمه ابلغت رمضان صبحي بان العينه فاسده، اتوقع الا يحدث اي شيء له، لان الاخطاء التي وقعت فيها منظمه مكافحه المنشطات ستعطي للاعب فرصه للخروج من تلك الازمه. كلام في الهواء، مع كامل تقديري طبعا للدكتور اسامه غنيم والمدير التنفيذي السابق للمنظمه بتاعت مكافحه المنشطات وفق التايتل اللي مكتوب على الخبر. ده كلام في الهوا، هي العينة مش فاسدة. العينة مش فاسدة، هي العينة ليست عينة آدمية. مختلطة بشيء ما. مختلطة بإيه؟ ده عند المنظمة مش عندنا إحنا. لكن التفاسير بتقول إن تم خلطها بالماء وبنسبة عالية من المية، وبالتالي راح فيها البول اللي كان ممكن تكتشف منه المنظمة إذا كان في حاجة أو ما فيش حاجة. إذن رمضان صبحي رايح في مشكلة، رايح في مشكلة، بيحتاج إن الناس اللي حواليه القانونيين والأطباء والناس تجتهد جدا 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 مع الفترة الجاية.
كل امنياتنا انه يخرج من المطب ده، لان خدوا بالكم اذا ثبت للمنظمه التلاعب، خد بالك التلاعب دي مشكله كبيره جدا 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 جدا، وقد تصل العقوبه فيها للايقاف 4 سنين. 4 سنين، ودي حاجه طبعا لا نتمناها ابدا لرمضان صبحي، لاعب بحجم كبير، لعيب دولي محترم، لعيب له مكانته، لعيب في الاخر سيبك من اي تفاصيل، لعيب من اهم اللعيبه اللي موجوده في الكره المصريه، بيلعب في نادي محترم، نادي بيراميدز، عنده رغبه، وكابتن حسام حسن كان عنده رغبه يستفيد منه في المنتخب الفتره اللي جايه، لعيب موهوب، لعيب عنده روح، لعيب عنده تكوين جسماني قوي، لياقه بدنيه قويه، مهاره عالية، هداف، بيلعب وينج، يعني لعيب كبير، يعني رمضان مشروع لعيب كبير جدا، فلا نتمنى ليه ان هو يخش في ازمه، لكن هو حقيقة في ازمه، وقدامه 72 ساعة ويقدم الرد. لو ما قدمش الرد خلال 72 ساعة تبقى المشكلة كبيرة جدا جدا لرمضان، وهي في مشكلة. ادي بالظبط حقيقة القصة بتاعت رمضان صبحي، والقصة بتاعت منشطات رمضان صبحي، بعيدا بقى عن الاهلي، وبعيدا عن بيراميدز، وبعيدا عن الزمالك اللي كان عايز ياخده، وبعيدا عن تفاصيله القديمة وتفاصيله الجديدة، والكابتن حسام حسن لما ذكر اسمه، كل الكلام ده، بعيدا عن كل الكلام ده، في مشكلة حقيقية عند رمضان صبحي. انا شخصيا اتمنى، وكل اللي بيحب الكرة المصرية اتمنى ان رمضان يخرج منها بسلام، لان في مشكلة كبيرة جاية، في مشكلة كبيرة جاية. كل اللي بقوله لكم ده هو الحقيقة، مش عند حد. اللي أنا بقوله لكم ده هي التفاصيل الدقيقة لحالة رمضان صبحي. وعشان كده أنا امبارح اندهشت إن الكابتن هاني سعيد قال تصريحات بس ما قالش إيه اللي حاصل وإيه الموقف وهيتعمل إيه، لأنه فعلا في صدمة. حقيقة في صدمة. لكن هو معاه حق لما قال إن الجواب ما قالش إن العينة إيجابية، طبعا معاه حق، لأن هي أصلا ما اتحللتش، والبول أصلا في مشكلة، البول مختلط بشيء ما وبول غير آدمي، وبالتالي ما تحللش. يعني هما لما قالوا العينة بايظة فعلا، لكن مش بايظة عشان ما تغلفتش كويس، مش بايظة عشان اللي بياخدها خدها غلط، لا، ده هو بيدخل الحمام وبيطلع معاه البتاع اللي بتحط فيه، ثم قدامه بتتحط هنا في العلبتين مع المندوب بتاعه بتاع النادي معاه، ويتقفل وتغلق العلب واغلاق محكم. هذا الاغلاق لا يفتح الا في المعمل اللي في اسبانيا اللي بيحلل هذه العينه، محدش يعرف يفتحها. يعني لو انت جبتها قعدت تعمل فيها كده، تعمل فيها كده، تفرك فيها، تعمل فيها، تخبطها بالشاكوش، مش هتتفتح نهائي، هي مصنعه بهذا الشكل. اذا نتمنى ان الامور بالنسبه لرمضان صبحي تسير على ما يرام، لان اللي جاي صعب صعب. انا قريت النهارده خبر ان نادي بيراميدز يرد على كل ما يقال عن رمضان صبحي بالتجديد معاه 3 سنوات. انا اشك في هذا الكلام، انا اشك في هذا الكلام، في كلام بيتقال كده، شايف عندكم الخبر ده ولا لا؟ بيتردد من امبارح ان ابلغ رد لبيراميدز على موضوع رمضان صبحي انهم هيجددوا له عدد. طب يا ريت، حد يكره ان يبقى عنده مشكله؟ اهو بيراميدز يرد على اتحاد الكره بالتجديد لرمضان خلال ساعات. انا عايز اشوف هذا التجديد رسمي ومش اعلان بالبق، وروا لنا العقد، روحوا اعتمدوه في اتحاد الكوره. انا هقول له رمضان صبحي ده انت ربنا، بص يعني مش حليم بيك، ده انت ربنا يعني اداك من واسع. مستحيل بيراميدز هيتخذ قرار بالتجديد الا لما يعرف مصير القضيه دي هيروح فين، هينجو منها، لان هي عقوبتها مش سهله. مش هتكلم اكتر من كده.